هناخد نماذج اعرابيه من درس الافعال الناسخه، والنماذج برضو انا مطلعها لك من خلال التدريبات عشان نستفيد ونعرف ازاي نعرف او ازاي نشتغل في الجمل. امسى الجو باردا. امسى فعل ماضي لا تفعل على الجمل. الجو اسم امسى مرفوع علامه رفع الضم. باردا خبر امسى منصوب علامه نصب الفتح. طيب امسى العاملون واقفين. امسى فعل ماضي لا تفعل على الجمل. العاملون اسم امسى مرفوع علامه رفع الضم لانه جمل نصب الفتح. واقفين خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تمام. أمسى السائحات مسرورات بالآثار. أمسى فعل ماضي ناسف مبنى على الفتح والتاء تاء تأنيث. دايما بقى نركز تاء تأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب. طب لو تاء الفاعل يبقى تاء فاعل، ماشي؟ عشان نعرف الفرق بين الاثنين. وطبعا تاء التأنيث تدخل على الفعل الماضي للدلالة على أن الفاعل مؤنث. للدلالة على أن الفاعل مؤنث. السائحات اسم أمسى مرفوع علامة رفعه الضم. مسرورات نقول مسرورات خبر أمسى منصوب علامة نصب الكسرة بالآثار. وده تاني ديت إيه؟ المطب اللي بيقول لك سنة ستة على طول اللي ما بتجيب لي خبر بيكون جمع مؤنث سالم عشان نعرف او يعني ايه بيعرف انا فاهم القاعده بتاع جمع المؤنث السالم ولا مش فاهم. طبعا جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسره بالاثار. اذا حرف جر والاثار اسم ايه؟ اسم مجرور. طيب المثال اللي بعد كده كانت الاشجار عظيمه الفوائد للناس. كانت فعل ماضي لا تكون لها والتاء حرف مبني لا محل له من الاعراب. الناس كثر التكرار يعلم الشطار. الاشجار اسم كانت مرفوع علامه رفع الضم. عظيمه لا خبر كانت. خبر كانت منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتح. الفوائد مضاف اليه مجرور علامه جر وكسر. مضاف اليه مجرور علامه جر وكسره للناس لانها حرف جر والناس اسم مجرور علامه جر الكسر. شوف القطعة أو الجملة اللي عندك في الجملة العبارة اهتمت وزارة التربية والتعليم بتطبيق مشروع ترعي. اهتمت والتاء والتاء تاء التأنيث حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. وزارة من التي اهتمت؟ وزارة. يبقى وزارة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. تعودنا إن الفاعل بنسأل عنه بمن والمفعول بماذا والمفعول لأجله بلماذا. مفعول لأجله بلماذا او ذاك الرغبه في تحقيق الايه؟ في تحقيق مستقبل مشرق. يبقى لماذا تذاكر؟ رغبه. يبقى مفعول ايه؟ لأجل. طيب التربيه اهتمت وزاره التربيه. وزاره التربيه مضاف اليه مجرور علامه جر الكسره. هنقول كده طبعا احنا خدنا حروف العطف قبل كده بس ايه هنعرفها لك تعرفيها بس كده للايه؟ ليك وخلاص. الواو حرف عطف والتعليم اسم معطوف مجرور علامة جر الكسرة بتطبيق الفاء حرف جر وتطبيق اسم مجرور علامة جر الكسرة مشروع مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. الكرائية برضه مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. مفيش مشكلة إن يجي إن شاء الله يكون خمسة مضاف إليه ورا بعض. مفيهاش إيه؟ مفيهاش مشكلة. آخر جملة الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. الكتلة هنقول مبتدا اول مرفوع علامه رفع الضمه هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا ثاني. مقدار خبر المبتدا الثاني مرفوع علامه رفع الضمه. طيب والجمله الاسميه من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. طب لو ممتازه نوع خبر المبتدا هنا ايه؟ جمله اسميه. طيب لو انا حطيت لك خط تحت كلمة مقدار بس وقلت لك بين نوع الخبر. خبر ايه؟ اذا هنا لما نقول الكتلة هي مقدار هنا فيها خبرين. أول حاجة لو انا هناخد الجملة على بعضها كده هي مقدار هيبقى خبر جملة اسمية. هناخد كلمة مقدار بس يبقى خبر مفرد. خبر مفرد لمين؟ خبر المبتدأ الثاني. هنا نقول ايه؟ المبتدأ الثاني. ما اسم موصول مش مشكلة يحتوي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة
وطبعا هنا ضمه مقدره عشان ما ينفعش الايه تبان عشان ده اخره حرف عينه. والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الجد فاعل من حرف جر والايه ومبدا اسم مجرور. هنكتب بس ملاحظه في الاخر اهو، ملاحظه عندي ثلاث ضمائر اللي هي كيه، اللي هي كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم. معلش انا جبت دي جنب دي مش مشكله، وياء المتكلم. الثلاث ضمائر ده هم بنقول عليهم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، واللي بعدهم يبقى فاعل. اللي بعدهم يبقى ايه؟ فاعل. انا هنقول ضربني، ضربني المعلم، ضربني المعلم. من الذي ضربني؟ المعلم. يبقى ايه اصلها؟ ضرب المعلم ايه؟ انا. يعني انا متكلم عن نفسي كده بنقول ضربني المعلم. ضربك المعلم، ضربه المعلم. يعني ولا بلاش ضربه ديت عشان ما عندوش مشكله للمعلمين، خلاها ايه؟ خلاها اكله الاسد، ضربه الاسد، ضربك الاسد، بلاش الايه؟ بلاش المعلم.